سيادة المحافظ في البداية ربما هناك ردود فعل كبيرة وناقمة من عدم اتخاذ احترازات أمنية مشددة حتى لا تقع مثل هكذا جرائم وتستهدف المصلين في مسجد تابع للجيش الوطني. مرحبا أخي العزيز. الحقيقة القضية يعني التفجير حصل في مسجد معتاد لصلاة الجمعة منذ زمن طويل، ويصلي فيها العسكريين والمدنيين الناس جميعا، ولم يكن بأداة تفجير يعني داخلي يعني من داخل المسجد بقدر ما هو بصواريخ موجهة من ميليشيات الإنقلابية. وكانت أيضا بعد التفجير الذي حصل في المسجد وبعد إطلاق الصواريخ على المسجد أيضا استهدفت حتى الإسعافات، استهدفوا المسعفين والأطباء والخدمات الطبية حتى لا تسعف الجرحى والشهداء من انقاض واخراجهم من تحت انقاض المسجد المهدم. نعم، القضيه مجزره بما تعني الكلمه، مجزره يعني الحقيقه تضاف الى سجل قائمه المجازر التي تقوم بهذه الميليشيات منذ توليها السيطره على اجزاء من الوطن. نعم، وليس غريبا على هذه الميليشيات ان تعمل مثل هذه الاعمال. نعم، المشينه، وينبغي ان نقف جميعا عند مثل هذه المجازر التي ترتكب يوميا في المدن اليمنية وفي المساجد وفي الأماكن العامة وفي المؤسسات وفي الطرقات العامة، والتي تستهدف الأبرياء والمصلين والنساء والأطفال. ينبغي أن تكون وقفة للجميع وأن تكون وقفة. نعم سيادة المحافظ، نعم سيادة المحافظ، مع يعني حقيقة ما ذكرت، لكن الكثير يقول بأن هذه هي منطقة عسكرية ومنطقة مواجهات، ويجب أن تكون الاحترازات الأمنية كبيرة، ولا ينبغي أن يجتمع سواء من أبناء قوات الجيش الوطني أو غيره من المواطنين في هذه المناطق وهي محط استهداف للميليشيا. لا، ليست كما يصور. المسجد ليس في جبهة القتال، ليس في الخنادق الجبهة المتقدمة، ولا في مواقع القتال معروفة والقتال يدور فيها منذ قرابة عامين. المسجد في مكان يعني يحتل مكان قريب من معسكر، قريب من كامب لشركة، قريب من مواطنين وسكان يصلون فيه ناس يعني عدد من شرائح المجتمع. الحقيقة صحيح أنه قريب هناك معسكر، مؤخرة معسكر قريب منه، لكن الاستهداف كان محدد. الذي يعني الضرب ليس عشوائيا، الضرب ليس على مواقع عسكرية من أجل نقول حصل خطأ. نعم. الضرب موجه يا أخي العزيز، موجه تماما ضد المصلين في نفس اللحظة وفي الجامع، محدد بصواريخ موجهة بدقة عالية. نعم. طيب سيادة المحافظ، إذن السؤال، إذن الأهم سواء كان هذا المسجد يتبع مواطنين أو تبع الجيش الوطني، فأنتم في السلطة المحلية معنيون باتخاذ الإجراءات والاحترازات الأمنية حتى لا تتكرر مثل هكذا أعمال. ما الذي قمتم به حتى اللحظة لتفادي وقوع مثل هذه الحادثة؟ نحن نحاول يا أخي أن نتفادى جميع الأحداث، لكن يوم أن ينزل الصاروخ يوما على الجامع، ويوم ينزل على البوفية في داخل المدينة والناس يشربون الشاي ويأكلون ويشربون والناس في أعمالهم وفي محلاتهم، مسألة يا أخي استهداف. القضية ليست بأيدينا، لا نستطيع أن نوقف الصواريخ ما لم يكن الباتريوت يعني قريب منا، لكن بأيدينا لا نستطيع أن نوقف الصواريخ. صواريخ تنزل على الأبرياء، على المحلات، على الجوامع، على الطرقات، على المؤسسات. نحن لا نتحدث عن قضية جبهات القتال وعن المواقع العسكرية، ذلك مكان الحرب ويحصل ما حصل فيه من الجانبين موضوع آخر. لكن الاستهداف من الميليشيات استهداف لإقلاق السكينة، لإقلاق الأمن، استهداف نعرف ما الذي يدور وراء هذا الاستهداف. أولا المشروع التدميري التي تحملها هذه الميليشيا، ثانيا أنهم يغتاظون كثيرا عندما يرون الاستقرار في أي محافظة من المحافظات المحررة. نعم، هذا هو الهدف الحقيقي. نعم، كلمتك الأخيرة إذن سيادة المحافظ فيما يخص يعني الميليشيا واستهدافها للأبرياء والمواطنين ودور المساجد التي تعج بالمصلين والمدنيين، ليس ربما يعني كما ذكرت ليس تابع للجيش الوطني فقط، وإنما هناك مسجد يرتاده الجميع في هذه المحافظة. كلمتي الأخيرة يا أخي العزيز، أولا لهذه الميليشيات فلتدرك أن الشعب اليمني يرصد كل هذه الأحداث، وأن لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد أن نقف جميعا أمام المحاكم سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا بد أن تدرك هذه الميليشيات الإنقلابية أنه لا بد من حساب عاجل أم آجل. هذه النقطة الأولى. الثانية
والرسالة الثانية لأبناء الشعب اليمني أن يشدوا العزيمة وأن يقفوا صفا واحدا وأن يتلافوا ما بقي من دولتهم وأن يستعيدوا الدولة اليمنية على تراب الأرض اليمنية كاملة، دولة الأمن والاستقرار، دولة المؤسسات، دولة التي يتوب إليها كل أبناء الشعب اليمني. سيادة محافظ، الرسالة نعم. الثالثة إلى الأمم المتحدة وإلى العالم أجمع الذي يتفرج والذي يشاهد هذه الأعمال، والذي لا زال البعض منهم لم يتحدث بصريح العبارة عن ما تعمل هذه الميليشيات، ولم يتوق لها أن يظهر الحقيقة، أن يظهر الحقيقة أمام العالم وأمام المسؤولية التاريخية والمسؤولية الإنسانية التي يحملها كل إنسان.